هذا يقول: رجل جامع زوجته في نهار رمضان متعمدا فأفسد صومه، لكن لم يبالي بذلك، ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل. هذا هو الواجب، أنه يتوب إلى الله عز وجل، لأن هذه جريمة عظيمة، انتهاك الشهر والصيام والجماع وهو صائم، هذا منكر عظيم، معصية عظيمة غليظة. لكن من تاب، تاب الله عليه، ويجب عليه مع التوبة أن يقضي اليوم الذي جامع فيه، وتجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا على الترتيب، ما هي على التخيير، على الترتيب، ما ينتقل لواحدة إلا بعد أن يعجز عن التي قبلها.